حلوين قوي رموز اللقطه اللي موجودين في الزمالك دول. لاعب مضى للاهلي قبل كده وقال لك ان انا عايز ابطل في الاسماعيلي، ودلوقتي بقى بيشير فيديوهات للعيبه شباب. ولاعب تاني بيكتب كلام بالليل ويصحى الصبح يقول لك مش انا اللي كتبت، الاكونت كان مسروق. يطلع يشتم في طوب الارض وفي الاخر يقول لك الاكونت كان مسروق. دلوقتي بيتكلم على ان انا كنت صاحب الفضل في ان انا اجيب خالد قمر ومعروف يوسف واحمد داوود، احمد داودار، على اساس يعني ان احنا كده هنصدقك. طب انصف في تاريخ بعيد يا راجل، يعني انصف في تاريخ بعيد، ده التاريخ ده احنا لسه فاكرينه، ده لسه فاكرين كلام الكابتن احمد سليمان على ان هو بعلاقاته الشخصيه خلص الصفقات، وبالعلاقات الشخصيه اللعيبه كانت ماضيه للاهلي وهو قدر ياخدهم بفلوس اقل. يا كابتن ميدو صباح الفل، ما كفايه بقى ضحك، يعني كفايه ضحك بقى بالله عليكم. انا عارف ان انتوا هتبيضوا وتعملوا اي رموز كصفحات زمالك تتكلم باسم النادي، بس انتوا هتصدقوا نفسكم بجد ولا ايه؟ صباح الفل يا كابتن ميدو. هاني سعيد 2008 شيكابالا لما راح عيط للاهلي، الاهلي عمل له ايه؟ رمى له العقد. الاباني بيشير التبعي توجيه اللعيبه توجيه اللعيبه ضد الزمالك. مين اللي دفع فلوس خالد بطيب؟ طب مين اللي عطى قبل كده للزمالك فلوس من تحت الترابيزه عشان يروح يعمل ميركاتو ويقدر يسد قدام الاهلي؟ ما بلاش انتوا تتكلموا في الحاجات دي، ما بلاش انتوا، عشان موضوع تزييف التاريخ ده ما ينفعش انك تزيف تاريخ لسه كان بيحصل من 10 سنين او يعني من اقل من 10 سنين كمان. ايه انتوا للدرجات دي ميح؟ وانت حلو انك دخلت نفسك في الصفقه دي عشان تحكها ان انت يعني ابن النادي والكلام ده، بس هو انت ابن النادي على السوشيال ميديا وفي القنوات الموضوع بيتغير؟ عادي، رموزكم او انت زيكم.